اذكر بنات ونساء تنتسب إليهن. شنو؟ وكر وكر، اذكر بنات ونساء تنتسب إليهن. عافية. سهل، اذكر بنات ونساء تنتسب إليهن أو هم أيضا ينتسبون إليك. شنهن؟ يعني مثلا بنتي مثلا؟ ما شنو؟ بنتي؟ خلينا نشوف. بنتي، ابنتي. نعم، هو هذا المقصود من الرسول، تنتسب إليهن. ابنتي. إجا ثاني احتمال. شو تقول نذير؟ أمي. ها؟ أمي. الفضها زين؟ أمي. أمه. أمه. شو شو أمه؟ أمه. أمي. يوم. يوم. أميمتي. أمي. الحبيبة. الله وأعلى احتمال. طبعاً الأم بعد الابنة صح؟ أي صح. ليش ما قلتي أنت؟ صحيح. شنت ما متأكدة. طيب ما كنت متأكدة. ها ما متأكدة من الجواب. لأنه سألتي بنتي. أي. أي. تنتسب إليهن. نذير. نعم. أنت بإمكانك تقرر نروح وياكم بما أنه أنت عرفت أعلى يعني احتمال، نجي وياكم لو ننطي السؤال لهم؟ لا هاي قرار. ها نجي ويانا. نجي وياكم ويانا. يلا إذا تفضل أستاذ نذير وست سهيلة. تفضلي تفضلي. يلا ضحى، سؤال سهل جدا، اذكري بنات ونساء تنتسب إليهن أو تنتسب يعني أنت. شنو؟ بيبيتي. ابنتي. جدتي. جدتي. خلينا نشوف. جدتي. برافو. سابع احتمال. وفاطمة. أيدي السؤال. أيدي السؤال. اذكر بنات ونساء تنتسب إليهن. واضح بأم جدتي أمي بنتي. بعد شكو. أختي. 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 خلينا نشوف. أختي. برافو. ثالث احتمال. وست هيام. حفيدتي. 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 برافو. الاحتمال الثامن. باقي ثلاث احتمالات من هذه الأجوبة لهذا السؤال، اذكر بنات ونساء تنتسب إليهن. عمتي. 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 وبرافو. واو. ضحى شو تقولين؟ عمتي. يلا ترى وقت ما عندك. خالتي. ها؟ خالتي. خالتي. صح. الخامس، الاحتمال الخامس. وفاطمة. آخر بنات العم والخالة. ما أدري، لا تسأليني، قولي لي فلانشي. تمام، بنات العم والخالة. بنات العمة. ابنة عمي. ابنة عمي.